هبدو النهارده عثمان لسرياقوسي. احنا عارفين انه المتقطرين والمتتركين ما بيبطلوش يرقصوا في حضرة الاغا الاردوغاني الخليفة الفاتح رجب الغامق، قائد ميليشيات الدعم للارهاب والتخريب والتفكيك والتشظي وكل الامور الغريبة. الجديد انه هؤلاء المتتركين والمتقطرين وقعوا ببعض، وده اللي هنشوفه خلال الحلقة الحالية. الهبد العثماني بنترات الامونيوم في لبنان، المرفأ انفجر، نترات الامونيوم في مصيبة، الدول كلها بتتحاول تتعاطف تقدم مساعدات، الا الخليفة العثماني بعت مندوب وقف في بيروت جامعة تركمان قال لهم هنديكم الجنسية، العلم التركي اترفع، كل الناس بترفع علم لبنان، لكن إلا العثماني لازم الضجة والهب. أما الهبد بقى، فأحمد منصور الأردوغائي هبد هبدة تاريخية عظيمة، قالك إنه صوامع القمح هي الوحيدة في المرفأ اللي صمدت. ليه؟ لأن العثمانيين هم اللي بنينها. ثم هتف بكل قوة عاش الاستعمار العثماني. الفضيحة جت من إنه الوثائق والتاريخ والجغرافيا وكل حاجة إنه الصندوق الكويتي هو اللي عامل ده سنة 70. رجع اعتذر منصور بن الناظر، لكن الحقيقة إنه كشفت إزاي هم بيدوروا على أي هبد وأي حاجة من أجل أن يرقصوا في حضرة الخليفة الفاتح رجب الغامق. المتتركين والمتقطرين، إحنا عارفين إنه فيه طيار واضح جدا بيقبض من، صحيح كله بيقبض من قطر، لكن بيشتغل لصالح الخليفة الأردوغاني، بيشتغل لصالح تميم. المهم انه كانوا متفقين انهم يهاجموا مصر، يهاجموا الامارات، يهاجموا السعودية، ومع الخليفة في الضراء والضراء باعتبار انه ملوش سراء. كلا الطرفين بيقبضوا من قطر، بيتمولوا، اللي هي بتمول الخليفة في سوريا معاه، الخليفة في ليبيا معاه، الخليفة في المتوسط معاه، مغامرات في خناقاته في خطوطه الخضراء، في خطوطه الزرقاء، خطوطه الحمراء اللي معدهاش، بيهاجموا مصر لصالحه، بيهاجموا اي دولة تختلف معاه. لكن الجديد بقى ان هم مش بس مع الخليفة، لكن كمان انقسموا حتى ضد ولي نعمتهم تميم، وبدأوا يهاجموه ويشتموه، وده اللي هنشوفه خلال الفقرة الجاية. مصارين الدوحة بتتخانق. عارفين انه المتقطرين والمتتركين كلاهما كانوا بيقبضوا من مصدر واحد اللي هو الدوحة، لكن الجديد انه المتقطرين والمتتركين انقلبوا على بعض وفرشوا لبعض الملاي، واتهموا بعض بانهم عملاء. سبحان الله، الاثنين بيقبضوا من قطر، بيهاجموا مصر ومع اردوغان، لكن الحقيقة انه بيقولوا على بعض عملاء باعتبار انه كل طرف بيشتغل في الاعمال الخيرية. قالوا انه فريق محمد ناصر طلع ويهاجم ويقول انه عزم بشارة التميمي اللي بيقبض من قطر عميل وجاسوس. طب ما هو انتوا الاثنين بتقبضوا من قطر، وانتوا الاثنين بتأيدوا اردوغان، لكن في اختلاف في وجهات التمويل المختلف. الغريب بقى انه قطر بتمول دولة وبتمول دوكهم، دولة شايفين ان دوكهم عملاء مع انهم بيقبضوا من قطر، ودوك هما بيقولوا على دول عملاء على اعتبار ان هما برضو بيقبضوا من قطر. طب انتوا الاثنين بتقبضوا من حتة واحدة وبتهاجموا نفس اللي بتهاجموه، ايه الخلاف بين المتتركين والمتقطرين غير ان مصارين الدوحة بتتخانق؟ الهبد الريالوقراطي، احنا عارفين طبعا احنا لسه في بين الصراع بين المتتركين والمتقطرين. المتقطرين شايفين ان المتتركين متزودينها قوي، المتتركين شايفين المتقطرين خونة وعملاء، ودول طبعا شايفين دول برضو خونة وعملاء مع انهم الاثنين بيقبضوا وضد بلادهم وضد وطنهم. يعني احنا ما انتش بتشتغل في الاعمال الخيرية، انت اصلا بتخون او بتشتغل مع جهاز مخابرات ضد بلادك، فالفكرة هنا انت يعني ما انتش مختلف عن الاخر، انتوا بس الدرجة في التمويل، والتمويل سيد الادلة. الجديد في الموضوع انه كلا الطرفين يكتبوا على بعض انهم عملاء، بس كل واحد منهم يقول انا راجل بخوض من اجل الحرية، وانا ضد الاستبداد، وانا مش ارزقي ولا عميل ولا بشتغل بلقمتي. طب انت بتشتغل فين؟ من صندوق الزكاة ولا بتمارس اعمال خيرية من اجل البشرية ومن اجل العالم؟ انتوا الاثنين بتقبضوا، والمتقطرن والمتترك كلاهما بيقبض من الدوحة، والتمويل سيد الأدلة.
دكتور عكنانة الشاكك وأصول التمويل والتفعيل، لسه عند المتقاطرين والمتتركين اللي كلاهما بيفبرك أخبار ضد مصر، بيحرض على مصر، بيؤيد عمليات العنف، أي عملية تفجير أو إرهاب أو غيره بيفرح لها جدا، بيخترع أخبار عشان يثبت الفشل وغيره، ويجيبوا محللين يحللوا السكريبت اللي متوزع اللي هو بيقول لهم مصر وتتراجع والاقتصاد والسياسة والعكس بيحصل طول الوقت. فيجي عكنانة الشاكك ده هدفه ايه؟ هدفه انه ينشر الشك وانه يعكنن على الناس ويقول لهم ان انتوا ما تسووش وما بتعملوش، وقطريين متقطرين متتركين كلهم ضد مصر، لكن بيتهموا بعض بالعمالة، وده الجديد في ظل تمويلات القطرية والمخابرات التركية، وكله يتمول من أجل التفاصيل العظيمة.